السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إبراهيم عكة في المانيوال ديزاين كورس. في هذا الكورس إن شاء الله راح نتعلم الاستراكشرال ديزاين، بس ما راح يكون عن طريق البرامج، راح يكون مانيوال، تمام؟ يعني حسابات وكودز، تمام؟ المانيوال ديزاين من أهم الأشياء اللي لازم تتعلمها إذا كنت بدك تشتغل ديزاينر، تمام؟ يعني المانيوال ديزاين اهم من انك تتعلم على البرامج، اهم من انك على طول وانت مش فاهم المواد الار سي 1 والار سي 2، مش فاهم الكونسبت تاع الديزاين، تروح تتعلم على الايتابس، تروح تتعلم على السيف، على الساب، على الريفت، على الروبوت. الافضل انك تكون متقن للمانيوال ديزاين اول، بعدين تروح على البرامج عشان يكون شغلك على البرامج افضل واحسن. اوكي، الديزاين تاعنا ان شاء الله راح يكون بناء على الاي سي اي كود. راح نصمم كل الاشياء راح نشتغلها راح تكون بناء على الاي سي اي كود 14، الكود الامريكي، تمام؟ 14 ان شاء الله. المواضيع اللي راح نغطيها في هذا الكورس راح تكون ديزاين، راح نعمل ديزاين للسلابس، للعقدات، تمام؟ السلابس راح نغطيها اللي هي عبارة عن سوليد، وان واي وتو واي، ريبت، وان واي وتو واي، وراح نعمل ديزاين للفلات بليت او فلات سلاب. الاشي الثاني اللي راح نغطيه اللي هو الديزاين اوف بيمز، نغطي الديزاين للمين بيمز وللسكندري بيمز، الجسور الرئيسية والجسور الثانوية كلها راح نعرفها بالتفصيل. راح نعمل ديزاين للكولومز اللي هي الشورت والسلندر كولوم، راح نعمل ديزاين للفوتينج اللي هي عبارة عن السنجل والكومبايند والرافت، راح نعمل ديزاين للشير وول. هدول الخمس اشياء الرئيسية راح نشتغل عليهم في المانيوال ديزاين. هذا الكورس مين بيستهدف؟ هذا الكورس بيستهدف الطلاب اللي عندهم مشاريع تخرج، لانه انت دائما انت عندك في سامبل اوف كالكوليشن لازم تعملها، حتى لو كان مشروعك تخرج راح تعمله على اي بر على اي سوفت وير من السوفت ويرز المعروفه زي الايتاب، سيف، ساب، بروكون، تمام؟ لازم يكون في عندك سامبل اوف كالكوليشن، لازم تكون فاهم عشان المناقشه، اكيد تكون فاهم المبدا اللي شغال عليه البرامج. الشيء الثاني عشان الناس بدهم يتعلموا برامج، وقبل ما يتعلموا برامج بدهم يتعلموا المانيوال ديزاين. فهسه زي ما انت بتعرف يعني فيديوهات المانيوال ديزاين في اليوتيوب جدا جدا قليله، اغلب الفيديوهات بتكون ديزاين اوف مثلا سوليد، وان واي سلاب، باي اي تابس، باي سيف، باي بروكن، باي ساب، هي بتلاقي لها 100 فيديو، بس نادر ما تلاقي اشي على المانيوال ديزاين. ليش ما بتلاقي اشي على المانيوال ديزاين؟ مش لانه صعب، الفكره فيه انه هو عبارة عن موضوع زنخ في توصيل المعلومة. يعني هو موضوع جدا 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 زنخ في توصيل المعلومة. ليش؟ لأنه عبارة عن كود، خطوات، بروسيجرات بدك تمشي عليها عشان تصمم. فدائما كل الناس بيخافوا من توصيل المعلومة في هذا الموضوع. فإن شاء الله إني أتوفق في هذا الموضوع. لا تحكم على الفيديو من أول 10 دقائق ربع ساعة، كمل وإن شاء الله راح تستفيد. أوكي، فراح نبلش إن شاء الله في أول فيديو اللي هو ديزاين أوف سلابس. قبل ما أبلش بالسلابس، ما نعرف اللود ترانسفير ان بيلدينجز، انتقال الأحمال في المباني، وعلى أساس راح تكون السلسلة بتاعتنا. من انتقال الأحمال راح يكون في عندي أحمال سواء لايف لود، ديد لود، راح نفصل شو هي اللايف لود، راح نفصل شو هي الديد لود. اللودز راح تكون وين راح تيجي؟ راح تيجي على السلابس، سلاب اللي هي بدك تسميها عقدة بالأردن، بدك تسميها بلاطة، بدك تسميها بدك إياها سميها، أوكي؟ سلاب، أوكي؟ اللي هي السقف تاعك، أوكي؟ راح يجي اللود على السلاب. السلاب شو راح تسوي باللود هذا؟ السلاب عبارة عن محمولة على بيمز، على جسور او على جوائز، تمام؟ اللي هي البيمز، تمام؟ فاول ما يجي اللود على السلابس، السلابس راح تنقله على البيمز، تمام؟ هذا اللود اللي على البيمز راح ينتقل على الكولوم، تمام؟ الاعمده راح تنقله على الفوتينج، القواعد راح تفرغه بالتربه، تمام؟ هذا هو اللود ترانسفير ان بيلدينجز، سلاب، بيمز، كولومز، فوتينجز، وهذا هو راح نشتغل عليه. راح تكون بداية فيديوهاتنا بالسلابس. بعد ما نتمكن من السلابس وانواعها والكيسز والتشيك اللي لازم تسويها والكود شو بقول لك عن السلاب، تمام، والتسليح تبع السلاب، راح اروح بعديها على البيمز نفس الاشي، بعدين على الكولومز، بعدين على الفوتينجز. فهيك نقدر نكون نحكي انه صار عندنا معلومات جدا كويسه عن المانيوال ديزاين. فاول موضوع راح نبلش فيه في هذا الفيديو اللي هو عباره عن السلابس. اوكي، السلابس، شوف في عندي تايبس اوف سلابس. في عندي السوليد سلاب، البلاطات المصمطة اللي هي عبارة عن one way
وتو واي سلاب، وفي عندي الريبد سلاب اللي هي البلاطات المفرغة، عقدات المفرغة، اللي هي عبارة عن وان واي وتو واي ريب سلاب. راح نعرف الفروقات بينهم ككوست، كسيفتي، كوزن، كأحمال، ككل شيء. اوكي، في عندي كمان الفلات سلاب او فلات بليت، تمام، اللي هي نفسها عبارة عن سبيشال كيس من السوليد تو واي، بس بتكون بدون بيمز. اصلا اسمها بالكود عبارة عن تو واي سوليد سلاب وذاوت بيمز، يعني هي السوليد سلاب تو واي عبارة عن سلاب بيكون فيها بيمز، اما الفلات فلات سلاب او فلات بليت بتكون تو واي سوليد سلاب بس بدون بيمز. وفي عندي هون الوافل سلاب اللي هي عبارة عن سبيشال كيس من الريبت. اوكي، يعني لو بدك تلخص انواع السلابز هم نوعين، سوليد وريبت. السوليد وان واي وتو واي وفلات، والريبد وان واي وتو واي ووافل. اوكي، اذا في عندي النوع الثالث، النوع الاخير، تمام، اللي هو ما راح نشرحه بهي الدوره، تمام، هو عباره عن كورس متقدم كثير حتى انا بعرفش فيه، اللي هو عباره عن البوست تنشن سلاب. اوكي، فراح نبلش ان شاء الله بالسوليد سلاب بالون واي والتو واي. هذا الفيديو وكم من فيديو اللي قدام راح يكون على الون واي، بعديها ان شاء الله راح نبلش بالتو واي. طيب، السوليد سلاب، السوليد سلاب هي عباره عن سلاب محموله على بيمز. اوكي، سلاب مصمطه، تمام، ما فيها فراغات، عباره عن كونكريت وستيل. اوكي، محموله على بيمز. اوكي، ايش انواع السوليد سلاب؟ السوليد سلاب نوعين، عباره عن شيء اسمه ون واي سوليد سلاب وش اسمه تو واي سوليد سلاب. ايش يعني ون واي وايش يعني تو واي؟ ون واي، لما احكي ون واي سوليد سلاب، هي عباره عن سلاب بتنقل الاحمال باتجاه واحد، تمام، يعني هي عندي هي السلاب عم تنقل الاحمال باتجاه واحد. اوكي، باتجاه واحد. طيب، لما تنقل الاحمال باتجاه واحد، انت عارف انه بس لو 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 هي السلاب عندي، هذا هو موقعها الابتدائي. اوكي، رحت اثرت عليها بلود، هسه ببالك لو 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 استمر هذا اللود سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، تمام، هل راح يضل هل موقع السلاب زي ما هو؟ بتقول لا، السلاب راح تنزل شوي، راح يصير فيها ديفورميشن، صح ولا لا؟ هذا الديفورميشن بنسميه ديفليكشن، اللي هو عباره عن اكبر مشكله عندنا في الفلكتشرال ممبر. انا في عندي اسمه فلكتشرال ممبر، اللي هم عباره عن السلابس، البيمز، الستيرز، تمام. فاكبر مشكله لازم نحلها في الفلكتشرال ممبر، تمام، اللي هي عباره عن ايش؟ اللي هي عباره عن الديفليكشن. ايش هي الديفليكشن؟ اللي هي عباره عن مقدار النزول اللي راح يصير عندي، مقدار الديفورميشن. اوكي، طيب، ايش يعني وان واي؟ شو دخل هذا في موضوع الوان واي سوليد سلاب؟ وان واي سوليد سلاب لودز ترانسفير ان وان دايركشن، وكمان الديفليكشن، هذا اسمه الديفليكشن، راح يكون في عندي بوان دايركشن. اوكي، بوان دايركشن راح يكون في عندي الديفليكشن. طيب، تسالني متى ممكن استخدم الوان واي سوليد سلاب؟ اوكي، بستخدم وان واي سوليد سلاب بناء على ليميتيشن حددها الكود. ايش هي الليميتيشن؟ بقول لك اول شيء بدك تعرف ايش يعني سبان. اوكي، سبان يعني بالعربي بحر. ايش يعني بحر؟ بحر اللي هي المسافه بين الركائز، يعني المسافه بين الركيزتين، هي بنسميها بحر. اوكي، فهي السلاب شو الركائز تاعتها؟ بتقول الركائز تاعتها هذول الكولومز. اوكي، هذول الكولومز، صح؟ ف المسافة بين التو كولومز هدول بنسميهم عبارة عن بحر. المسافة بين التو كولومز بنسميها بحر، سبان. المسافة بين التو كولومز سبان، وهون عندي سبان. اوكي، فبقول لك بنستخدم الون واي سوليد سلاب اف ذا ريشيو بتوين لونج سبان اند شورت سبان مور ذان اور ايكوال تو. شو يعني؟ اذا كانت النسبة، اذا كان عندي السبان الطويل على القصير اكبر من اثنين، تمام، اكبر من اثنين، راح السلاب بتاعتي راح تتصرف ك وان واي سوليد سلاب، يعني الاحمال فيها راح تنتقل باتجاه واحد. اوكي، طيب، انا اعطيني مثال. لو كان في عندي مثلا بدي اغطي غرفه، مثلا بدي اغطي غرفه، ابعاد الغرفه مثلا هون عندك 8 متر وهون عندك 3 متر. اوكي، فانت مثلا قررت، راح نحكي لقدام كيف بتقرر ايش هو النظام الانشائي اللي راح تستخدمه. مثلا انا قررت انه راح استخدم سوليد سلاب، تمام، انا هسه في عندي السوليد انواع، في عندي سوليد وان واي تو واي، في عندي فلات. اوكي، فبدي اشوف عندي اللونج على الشورت، دائما بالسوليد اللي بحكمهم اللونج على الشورت. فبشوف مثلا اللونج عندي 8 والشورت عندي 3، لو اقسم 8 على 3، تمام، الريش راح تكون اكبر من 2، صح؟ ما دام اكبر من 2 معناها عندي هاي السلاب راح تتصرف ك وان واي سوليد سلاب. اوكي، طيب، النوع الثاني ايش راح يكون؟ راح يكون عباره عن تو واي سوليد سلاب. ايش الفرق بين وان واي والتو واي سوليد سلاب؟ بالتو واي اللود ترانسفير ان بوث دايركشن، راح ينتقل اللود بالاتجاهين، تمام، مش باتجاه واحد. اوكي، وطبعا راح يصير في عندي ديفليكشن، اي لود بيعمل ديفليكشن، تمام، بيعمل ديفليكشن، بيعمل مومنت، هي المشاكل اللي بتواجهني بالفلكشرال اليمنت. اوكي،
اوكي، دائما هي المشاكل الكبيره اللي لازم احلها. يعني دائما اي تصميم الك، تمام، لما نروح نصمم كمان شوي السلاب، لما نروح نصمم الريبد سلاب، لما نروح نصمم اي نوع سلاب، تصمم بيمز، تمام، دائما في عندك مشكله كبيره 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 اللي هي الديفليكشن، تمام، اللي هي المومنت الكبير، تمام. فهذه المشاكل اللي عندي، اوكي. فبكون في عندي هون ديفليكشن ان بوث دايركشن، طلع في عندك هون ديفليكشن وفي عندك الاتجاه الثاني في ديفليكشن، اوكي. طيب وين وي يوز، متى بنستخدمها؟ الون واي قلنا بنستخدمها اذا كان اللونج على الشورت اكبر من اثنين، هسه التو واي بنستخدمها اذا كان اللونج على الشورت ليس ذان تو، اقل من اثنين، اوكي. طيب بتقولي طب خلينا هسه مش راح نشرح التو واي، من هون لثلاث فيديوهات راح يكون كل شغلنا على الون واي سوليد، تمام. خلينا بالون واي سوليد، تقول بتنقل اللود باتجاه واحد. طيب انا مثلا جاني هاي الغرفه اللي قلت لي عنها تبعت الـ8 بـ3، قررت انها وان واي، تمام، قررت انها وان واي، ماشي. طيب بدي اعرف وايش هو الاتجاه اللي راح ينتقل فيه اللود، صح ولا لا؟ انت قلت لي باتجاه واحد، طيب في عندي هذا الاتجاه، في عندي هذا الاتجاه، اوكي. ايش هو اللود اللي راح ينتقل فيه، ايش هو الاتجاه اللي راح ينتقل فيه اللود، اوكي. معناها لود دايركشن ان وان واي سوليد سلاب. ركز، احنا لسه ما بلشنا بالديزاين بولا شيء، اوكي، لسه كلها هاي مقدمات. ان شاء الله 5 دقائق ونبلش بالديزاين ونبلش بالكود. لحد الان ما حكينا عشان الديزاين والكود، لسه لحد الان بس تعريفات للون واي سوليد والتو واي سوليد. اوكي، لود دايركشن ان وان واي سوليد سلاب، بقول لك اذا كانت السلاب عندك بتكون عارف انه السلاب او العقده هي العباره اللي بتكون محصوره بين البيمز، تمام. ايش بنسميها؟ بنسميها بانل، تمام، بانل. فاذا كانت عندي البانل هي عبارة عن محصورة بين 4 بيمز، تمام، اللود كيف راح ينتقل؟ دائما اللود بينتقل بالشورت دايركشن، اوكي. اللود بينتقل وين؟ بالشورت دايركشن. يعني عندي هذا اللونج وهذا الشورت، اللود راح ينتقل بالشورت دايركشن، يعني لقدام شوي خلينا نسبق عليها، الحديد عندي راح يكون بالشورت دايركشن، اوكي. الحديد عندي راح يكون بالشورت دايركشن، الديفليكشن تاير راح يكون بالشورت دايركشن، هيك راح يصير الانبعاج، تمام، هيك راح يصير الانبعاج عندي، هيك راح يصير المومنت، تمام. هون راح يكون الحديد، تمام. فلما يكون في عندي 4 بيمز، وهي الحاله الاكثر شيوعا، وهي 99% من الحالات السوليد سلاب اللي راح تقابلك راح تكون عباره عن سلاب محصوره بين 4 بيمز، تمام، راح يكون اللود راح ينتقل بالشورت دايركشن، اوكي. هسه اذا كانت السلاب محموله على 2 بيمز بس، تمام، فاللود ممكن ينتقل على الشورت، ممكن ينتقل على اللونج 2 بيمز هون، تمام، بناء على عده اشياء منها الدايركشن اوف ذا بيمز. هي ان شاء الله لقدام راح نفصل فيها، تمام، بس احنا خلينا بالحاله الاولى اللي هي لما يكون عندي 4 بيمز اللود راح ينتقل بالشورت دايركشن، اوكي. طيب يا سيدي العزيز، هسه راح نبلش ان شاء الله في الديزاين، اوكي. هسه الديزاين عباره عن ايش؟ انت بيكون في عندك مخطط معماري، تمام، مخطط معماري، مخطط بلان، اوكي، بلان معماري. اذا انت مش عارف تقرا مخططات، في فيديو على القناه بسلسلة حساب الكميات اسمه قراءة المخططات، تقدر منه تعرف قراءة المخططات المعمارية. طيب بيكون في عندي بلان معماري، المعماري بيكون مقسم للغرف، توزيع الغرف اللي هو بده اياها، تمام. فانا من هاي الغرف، تمام، بدي اعرف وين البانلز تاعتي، وانا اوزع البيمز. يعني هدول البيمز ما راح يكونوا موزعين لك زي ما هو هسه معطى معك، تمام، بس هسه عشان هسه مش باخذين البيمز فما راح نحكي عن توزيع البيمز. انت لازم، انت كديزاينر، انت اللي تروح توزع البيمز تاعتك، تمام، وتقسم البنل. مثلا تحكي هدول، بتحكي هاي الغرفة راح يكون لها سقف واحد، هي راح يكون لها سقف، هي وهي راح يكون لها سقف، هي راح تكون لها سقف واحد، اوكي، وتقسم على اساسها البيمز، تمام، وتكون مختار ايش هو الاستراكشر النظام الانشائي اللي راح تشتغل عليه، اوكي. فنفترض انه انا المعماري اعطاني هي القطعه، انا رحت وزعت البيمز زي ما انت شايف، تمام، وزعت المسافات عندي. فالمسافات طلعت عندي هون مثلا 8 متر 8 متر، هون 3 3 ونص 3 ونص 3، يعني انتبه هدول عباره عن غرف، تمام، انت شايفهم توب فيو، اوكي. فهذا قلنا السلاب المحصوره بين 4 بيمز ايش بنسميها، او 2 بيمز، هي السلاب المحصوره بنسميها بانل. فزي ما انت شايف عندي هي البانلز موجوده، بدي اعرف شو النظام الانشاء اللي راح استخدمه، اوكي. مثلا قررت استخدم سوليد سلاب، بتقول لي تمام، سوليد سلاب انواع، في وان واي، في تو واي، في فلات. اكيد ما راح استخدم فلات لانه انا حاط بيمز، الفلات هو عباره عن شيء بدون بيمز، اوكي، سوليد بدون بيمز. فانا هسه محصور بين السوليد وان واي والسوليد تو واي، بدي اعرف اذا السلاب تاعتي راح تتصرف كسوليد وان واي او سوليد تو واي. فكيف، ايش اللي بحكمني هذا الموضوع؟ اللي بحكمني بس خلينا ننزلها. طبعا انا البرنامج اللي بشتغل عليه الدوكيومنتيشن اللي هو عباره عن الماث كاد، تمام، اللي هو عبارة عن يعني
ان شاء الله راح تشوف انه هو عبارة عن افضل برنامج دوكيومنتيشن ممكن تقابله. تمام، طيب راح نتعلم عليه ان شاء الله. ف بايش اللي بحكمني؟ بحكمني الريشيو بين اللونج سبان والشورت سبان. فبشوف مثلا هي البن الاولى، البن الاولى عندي اللونج سبان، المسافة بين العمود والعمود عندي 8 متر، اوكي؟ فعندي هي 8 متر، 8 متر، اوكي؟ الشورت سبان عندي 3 متر، فهي 3 متر، اوكي؟ كم الريشيو تاعتي؟ ونحط يساوي، كم الريشيو تاعتي؟ زي ما انت شايف الريشيو تاعتك 2.667، اكبر من 2، اوكي؟ معناها هي راح تشتغل ك one way solid slab، صح ولا؟ لأن الريشيو أكبر من 2. طب نروح مثلا على هي البانل، أوكي؟ عندي اللونج سبان 8 والشورت سبان 3.5، فبقول له عبارة عن 8 متر على 3.5 متر، 3.5 متر، فعندك الريشيو راح تكون 2.286، برضو أكبر من 2، راح تشتغل على كأنها إيش؟ كأنها عبارة عن one way solid slab. طب هي السبان 8.3، هي السبان 8.3، هي السبان 8.3، هي 8.3، هي 8.3.5، 8.3، فكلهم راح يشتغلوا عبارة عن ايش؟ عبارة عن one way solid slab. هي أول خطوة لازم أسويها، تمام؟ ايش هي أول خطوة لازم أسويها؟ تمام؟ اللي هي أحدد النظام الإنشائي. كيف حددت النظام الإنشائي إذا هو one way ولا two way؟ قارنت بي بال بال بالشورت سبان واللونج سبان، أوكي؟ سويت الريشيو على بعض طلع أكبر من 2، معناها أنا شغال يوز one way solid slab. طيب تقول لي one way solid slab اللود راح ينتقل باتجاه واحد، تمام؟ طب أي اتجاه راح ينتقل؟ بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه؟ تمام؟ فنرجع لموضوعنا، إذا كانت البنل محصورة بين أو السلاب محصورة بين فور بيمز، دائما اللود راح ينتقل بالشورت دايركشن، أوكي؟ فكيف اتجاه اللود دائما راح يكون؟ راح يكون في عندي في الشورت دايركشن، أوكي؟ يعني الحديد راح يكون في عندي في هذا الاتجاه، هو الحديد راح يكون في عندي، أوكي؟ فاللود راح ينتقل عندي في الشورت دايركشن. هي ثاني خطوه، حددت انها وان واي سوليد، حددت اتجاه اللود. لحد الان انا لسه ما بلشت بالديزاين، اوكي؟ هسه ايش؟ هسه راح ابلش بالديزاين. بقول لك الديزاين حسب الكود، ستيب 1 عشان تبلش بالديزاين، تمام؟ ايش مكان نوع السلاب؟ هاي اول ستيب لازم تسويها، اوكي؟ تيك ا ستريب ان ذا لود دايركشن 1 متر ويدث اند كالكوليت ذا ثيكنس اوف سلاب. شو بقول لك؟ بقول لك اول خطوه لازم تسويها، تمام؟ اول خطوه لازم تسويها بس لما بدك تعمل ديزاين لا وان واي سوليد سلاب، ايش هي؟ بدك تاخذ شريحه باتجاه اللود، هي الشريحه عرضها 1 متر، اوكي؟ وتحسب منها الثيكنس سمك الاتش يعني، تمام؟ تبعت السوليد سلاب، اوكي؟ فشو بسوي انا؟ بروح على اتجاه اللود تاعي باخذ شريحه، شريحه عشوائيه، وين بدك تاخذها خذها، تمام؟ هاي الشريحة راح تمثل لي كل السوليد سلاب اللي عندي، اوكي؟ هاي الشريحة راح تمثل لي كل السوليد سلاب اللي عندي، اخذت شريحة كاملة باتجاه اللود، اوكي؟ يعني انت تتفرج، انت بتقول طب ليش اخذت شريحة بس بهي البنل لحال؟ ليش ما اخذت شريحة بهي البنل لحال وهي لحال وهي لحال؟ بقول لك لا، انت الحديد تاعك راح يكون مستمر، تمام؟ معناها انا بدي الحديد يكون مستمر على كل السلاب هاي، هي عبارة عن كلها سلاب واحدة، اوكي؟ فباخذ شريحة كاملة، تمام؟ باتجاه اللود عرض الشريحة 1 متر. من هاي الشريحة أنا بدي أعرف، تمام، الثيكنس تاع السلاب. كيف ممكن أعرف الثيكنس تاع الوان واي سوليد سلاب؟ أوكي، بقول لك من الكود، هي من الـ ACI كود، هسه راح نبلش بالكود. بقول لك الديزاين ليميتس، أوكي؟ طبعا شابتر 7 اللي هو شابتر الـ one way one one way slabs بالكود، أوكي؟ بقول لك 7.3.1 minimum slab thickness، تمام؟ أقل thickness للسلاب، اوكي؟ فور سوليد نون بري ستريسد، كل شغلنا على يكون على النون بري ستريسد، ما راح نشتغل على الاشياء البري ستريسد، اوكي؟ على فور سوليد نون بري ستريسد سلاب نوت سبورتنج اور اتاتشنج تو بارتيشن اور اذر كونستراكشن لايكلي تو بي دامج اور لارج ديفليكشن. شو قصده بهذا الموضوع؟ بقول له هذا الشيء راح تشتغل عليه هسه، الجدول راح تشتغل عليه هسه بظبط، تمام؟ لا الون واي للسوليد، تمام؟ وان واي سلاب مش بس تكون سوليد وتكون وان واي، لا لازم تكون عباره عن نوت سبورتنج اون اتاتشنج تو بارتيشن اور اذر كونتراكشن لايكلي تو بي دامج باي لارج ديفليكشن. شو يعني؟ يعني بدي اياها هي هذا الجدول بزبط للسلابس، انه ما تكون متصله بعناصر لو صار للسلاب ديفليكشن راح تتاذى. زي ايش؟ مثلا تكون السلاب، تمام، ملزقه بواجهه قزاز، تمام؟ فلو صار في عندك ريفليكشن بالسلاب شو راح يصير في القزاز؟ تمام؟ القزاز كله راح يتكسر، تمام؟ فهذا الجدول ما بزبط لهذه القصه، بزبط بس للسلاب اللي هي عباره عن نوت سبورتنج اور اتاتشنج تو بارتشن اور اذر كونستراكشن لايك تو بي دامج باي لارج ديفليكشن، اوكي؟ طيب
هسه اوفر سلاب، اوفر اول سلاب ديك سلاب ثيكنس تمام اتش شال نوت بي ليس ذان ذا ليميتس ان ذا تيبل. شو يعني هذا التيبل صراحة يعطيك اياه؟ هو عباره عن المينيمم ثيكنس تمام. ايش بقول لك؟ بقول لك شت شال شال نوت بي ليس، يعني ممنوع تقل عن هاي الموضوع. هذا الليميتيشن هسه راح تشوفهم بالكود، عباره عن المينيمم ديبث لل وان واي سايد سلاب. اوكي طيب هسه unless the calculated deflection limits are satisfied. هسه نجيها هاي المعلومة تمام. طيب بقول لك عندك في هذا الجدول اللي هو 7.3.1.1 بقول لك minimum thickness of solid non pre-stressed one way slab. اوكي هذه هاي اللي بدنا اياها احنا، تبعتنا عبارة عن solid non pre-stressed، ونعتبر انه هي عبارة عن مشبوكة على واجهات حجر. اغلب المباني مبنى سكني، احنا بنصمم قاعدين سلاب المبنى سكني تمام، عندي الواجهات كلها واجهات حجرية، ما عندي واجهات قزاز تمام. فهذا الجدول عبارة عن ابلايد لهذا الموضوع. اوكي طيب نشوف ايش فيه هذا الجدول. الجدول بيقول لك السبورت كونديشن، يعني حالة الربط اللي عندك. بيقول لك اذا كان عندي سمبلي سبورت المينيمم ثيكنس بتكون الا 20، 1 ان كونتينيوس الا 24، بوث ان كونتينيوس الا على 28، كانتليفر الا 10. شو يعني هذا الكلام؟ مش احنا اخذنا هون ستريب تمام؟ هاي الستريب تمام؟ تحطها يعني هاي الستريب عبارة عن ايش؟ هاي الستريب عندك ستريب مرت بسبان 3 و3 ونص و3 ونص و3، هاي عندك 3 3 ونص 3 ونص 3. اوكي طيب هاي الستريب ايش السبورت تاعها؟ السبورت تاعها البيمز. قلنا انه احنا عندنا السلابز وين بتكون محموله؟ تكون محموله على البيمز. فانا عندي هاي البيمز هاي البيمز هاي البيمز هاي البيمز هاي البيمز. نوع السبورت عباره عن ايش؟ نوع السبورت دائما افرض انه هو عباره عن بن، الا اذا كان مثلا طاير تمام. هون مثلا فيش عندي بيمز، ايش راح تكون السبورت هون؟ راح تكون عباره عن فري تمام، اللي هي كانتيليفر. اوكي فاذا ما كان كانتيليفر دائما افرض انه هو عباره عن بن، ولقدام ان شاء الله بنحكي ليش تمام. هي حطيت اطوال السبانز تمام. طيب ايش بقول لك؟ بقول لك مثلا في عندي هذا السبان ايش نوعه؟ بقول هذا السبان عباره عن مستمر من جهه الله، هذا السبان عباره عن مستمر من هي الجهه بس غير مستمر من الجهه هاي. معناها عباره عن ايش نوعه؟ عباره عن one end continuous تمام، يعني بس من one end مستمر تمام. هذا السبان راح يكون عباره عن ثلاث، راح يكون عباره عن one end continuous. اوكي طيب هذا السبان الثلاث ونص تمام عبارة عن ايش؟ بتقول لي مستمر من الجهتين، معناها هذا اسمه both end continuous تمام؟ طيب السبان الثلاث ونص الجنبي both end continuous، وسبان الثلاث عبارة بس مستمر من جهة واحدة، راح يكون عبارة عن one end continuous. طيب لو كان هون فيش عندي بيمز طايرة، هاي السلاب عبارة عن طايرة بلكونة تمام؟ عبارة عن يعني في عندي انا قاعد بصمم لعقدة تمام؟ عقدة يعني سلاب، بس احنا بالأردن بنحكي عقدة تمام؟ فأنت قاعد بتصمم لعقدة وعندك هون بلكونة طايرة، فالبلكونة ايش راح تكون؟ راح تكون عبارة عن كانتيليفر. كيف هون راح يكون في عندي الكانتليفر. طيب بقول لك بدك تحسب الثيكنس لكل سبان هذول السبانز. اوكي المينيمم ثيكنس لكل سبان هذول السبانز. طيب بتقول لي يعني هون راح يطلع معي ثيكنس هون ثيكنس وهون ثيكنس وهون ثيكنس، يعني السلاب بكل سبان راح يكون في لها ثيكنس؟ بقول لك لا، دائما انا باخذ اكبر ثيكنس وبعممه على كل السلاب. اوكي فشو بسوي؟ بقول لك السمبلي سبورتد، شو راح تمر معك سمبلي سبورتد؟ انه يكون عندك ممكن تمر معك بعقده بيت الدرج. اوكي بيت الدرج عباره عن ايش؟ عباره عن بس هي، يعني نعتبر انه بس عندي هذا البانل تمام بيت الدرج، فبكون عباره عن ايش؟ عباره عن سمبلي سبورتد تمام، يعني بس عباره عن سبورت وسبورت وبينها بيم. اوكي سمبلي سبورتد، بس لما بدك تصمم لسلاب لمبنى تمام مستحيل تمر معك سمبلي سبورتد، راح تمر معك هاي الحالات. طيب عندي الون اند كونتينيوس هون ايش بقول لك؟ المينيمم ثيكنس الها عباره عن ال اللي هو الطول تاعها اللي هو 3 متر على 24. اوكي طيب البوث اند كونتينيوس ال 28، الكانتيليفر ال على 10 تمام. فاحنا عندنا 1 اند كونتينيوس تمام، 1 اند كونتينيوس طولها 3 متر، فبقول له سلاب ثيكنس كنترول ديفليكشن هسه بنحكي عنها اتش مينيمم 1 اند كونتينيوس. عندي ال ال عباره عن 3 متر تمام، معناها عندي ثواني بس ال ال عندي 3 متر، وعندي الاتش عباره زي ما قلنا ال 24، فبتحكي 3 متر على 24 كم الجواب؟ عباره عن كم الثيكنس تاعك؟ الثيكنس تاعك 12.5 سنتي. اوكي يعني بتخليها بالسنتيمتر، هي عباره عن 12.5 سنتيمتر. اوكي طيب اللي بعديها ايش في عندي؟ في عندي بوث اند كونتينيوس 3.5. بقول لك الكود بالبوث اند كونتينيوس بتحكي ال على 28، فبتقول له ال ال عندك 3.5 متر 3.5 متر، فعندك الاتش عبارة عن ال على اللي هي عبارة عن كم؟ عبارة عن 28، هاي 28. اوكي معناها المينيمم ثيكنس تاعتك، المينيمم ثيكنس تاعتك برضه طلعت عبارة عن 12.5 سنتي، يعني هي بتخليها بالسنتي
عبارة عن 12.5 سم. طيب بتقول لي يعني ايش السلاب طلعت سمكة 12.5؟ بقول لك لا، تذكر انه هي اسمها مينيمم ثيكنس، تمام؟ ايش يعني هي؟ يعني هي اقل ثيكنس ممكن تاخذها، تمام؟ with deflection control، ركز with deflection control. اوكي، هذا الجدول بقول لك with deflection control شو يعني؟ يعني اذا اخذت اقل ثيكنس، الثيكنس تطلع معك من هذا الجدول، انت تقريبا تقريبا تمام كنترول على الديفليكشن. احنا قلنا اكبر مشكله عندنا الديفليكشن، فانت تقريبا كنترول على الديفليكشن. هل هذا يعني مش راح تشيك ديفليكشن؟ لا، راح نشيك ديفليكشن، وراح تشوف امانه كثير انه الديفليكشن مش راح يكون مشيك معنا، تمام؟ بس خلينا نحكي تقريبا يعني انت هيك بالسيف سايد بالنسبه للديفليكشن. طيب نفترض انه انا طلعت معي هي 12.5، تمام؟ قلنا مينيمم، فانا بدي اخذ السو تيك ذا ثيكنس اوف ذا سلاب 14، ما حدش له عندي، انا ديزاينر انا بصمم. اوكي، تاخذها، خذها 13، خذها 15، اللي بدك اياه، تمام؟ كل واحد ديزاين، هذا ما فيش اسمه ديزاين لازم تمشي على اشياء محدده، لا، انت بتختار الاشي اللي بدك اياه. لقدام ببين معنا اذا هذا الاشي اقتصادي ولا مش اقتصادي، اذا هو سيف ولا مش سيف، اذا رح نعدل فيه ولا مش رح نعدل فيه. اوكي، طيب نفرض تمام طلع كان وي يوز ثيكنس ليس ذان 12.5 سم. لو طلعت معنا مينيمم ثيكنس 12.5 سم. اوكي، طيب هل ممكن ناخذ مثلا واحد يقول لي بدي اخذ الثيكنس 10 سم؟ تمام، هي متى ممكن تصير؟ لاغراض معماريه، مثلا معماري هيك بده او المالك هيك بده. طب هل ممكن نسويها هي؟ بقول لك 100% ممكن نسويها، ممكن ناخذ اقل، بس راح يكون في عندنا مشكله ديفليكشن، لازم نشيك الديفليكشن ونحل مشكله الديفليكشن. اوكي، اذا اخذنا الثيكنس اقل من هي الثيكنس، تمام، راح يكون في عندنا مشكله في الديفليكشن. اوكي، طيب هسه هي الستيب نمبر 1، تمام، باي سوليد سلاب راح تشوف راح اسويها برضه بالون واي ريبد سلاب، تاخذ ستريب باتجاه اللود بالون واي ريب لقدام، حنحكي رح ناخذ سليب ستريب باتجاه الاعصاب، رح يكون في عندي ريب اللي هي عصب، تمام، بس تاخذ الستريب بتروح الجدول بالكود، زي ما في عندي جدول للمينيمم ثيكنس اوف سوليد سلاب، في عندي جدول للمينيمم ثيكنس اوف ريب سلاب رح نيجي عليه، تمام. بتشوف الحاله اللي عندك، اذا هي 1 ان كونتينيوس، بوث ان كونتينيوس، كانتيليفر ولا سمبلي سبورتد، تمام. اتفقنا سمبلي سبورتد ما راح تمر معنا الا لو عكس بيت الدرج او انت بتسوي لغرفه واحده. اوكي، بعرف منها الحاله، بيطلع معي كل بسوي هي الشغله على كل السبانز، تمام، باخذ اكبر سبانز فيهم، هي ما راح تكون الثيكنس تاعتي، ما باخذ اكبر ثيكنس، ما راح تكون الثيكنس تاعتي، اكبر وحده فيهم راح تكون المينيمم ثيكنس، فلازم اخذ اكبر منها، تمام، فباخذ اكبر منها، تمام، بس اخذ اكبر منها، ممكن هل ممكن اخذ اقل منها او ممكن، بس بروح اشيك على الديفليكشن. اوكي، هي اول خطوه. الخطوه الثانيه شو هي؟ بعد ما حسبنا الثيكنس للسلاب اللي عندي، اوكي، الخطوه الثانيه احسب اللود كالكوليشن، احسب اللود اللي راح يجي على هاي الوان واي سوليد سلاب، تمام. اللود عباره عن ايش؟ اللود، تمام، خلينا هسه كشيء بسيط نتفق انه اللود عباره عن، اللود راح يجي على السلاب اللي هو عباره عن ديد لود ولايف لود، تمام، عباره عن ايش اسمه حمل ميت وايش اسمه حمل حي. ايش القصد بالحمل الميت؟ حمل ميت اللي هو وزن المبنى نفسه، تمام، يعني الاشياء اللي راح تضلها طول حياتها موجوده بكل مكان، موجوده ودائما موجوده. ركز على القصه اللي قصه الديد لود. ديد لود هي عباره عن احمال او وزن المبنى نفسه. شو خصائص هاي الاوزان؟ هي موجوده دائما بكل وقت موجوده، تمام. المبنى مثلا انت قاعد بتصمم لشركه، الشركه فاتحه ولا مسكره، فيها حدا فش فيها حدا، الديد لود لسه بضل موجود بنفس القيمه، تمام. اوكي، بس في عندي شيء اسمه اللايف لود. اللايف لود عباره عن ايش؟ عباره عن احمال متغيره، احمال ممكن تيجي وتروح. لو في عندي مدرسه، تمام، مثلا عندي عدد الطلاب اللي راح يكونوا جوا الصف، هذا عباره عن لايف لود، تمام. الكراسي اللي عندي هي عباره عن لايف لود، الاثاث اللي عندي هي عباره عن لايف لود، تمام. فعندي اللايف لود متغير، اما الديد لود عباره عن ايش؟ عباره عن ثابت. طيب شو في عندي ديد لود موجود بالسوليد سلاب؟ بقول لك عشان تفهم شو الديد لود الموجود بالسوليد سلاب، المفروض انك تعرف السكشن تبع السوليد سلاب، تمام. اوكي، هذا الفيديو راح يكون عباره عن 45 دقيقه، وين ما نوصل فيه ان شاء الله راح نوقف. اوكي، طيب نكمل، لانه الموضوع جدا جدا مفصل، فبدك تستحملني. اوكي، لا تحكم على الموضوع هسه، ان شاء الله راح تستفيد. اوكي، طيب نرجع لو بدي اعرف السكشن تاع الوان واي سوليد سلاب، كيف بيكون السكشن تاع السوليد سلاب؟ بكون في عندي هي تي اس اللي هي الثيكنس تبع السلاب، هي عند السلاب. طب هل انت هسه بداركم واقف على السلاب؟ لا، انت في عندك فوق السلاب بكون في عندي ساند واجريجيت، يعني رمل وحصمه، تمام. بعد الرمل والحصمه بحط مورتر اللي هي مونه، تمام. بعد المونه بحط ببلط، صح ولا لا؟ اللي هي البلاط. فانت عندك هسه انت شايفه بلاط، لو تفك البلاط، تمام، تحت البلاط حتلاقي مونه، تحته حتلاقي ساند واجريجيت، بعدين راح تلاقي السلاب. وعندك انت السقف تاعك، هذا انسى الارضيه، هذه كلها الارضيه تاعتك،
تمام. في عندك السقف تاعك عبارة عن ايش؟ السقف تاعك برضه مش راح تشوف سلاب، ايش راح تشوف؟ راح تشوف عبارة عن قصارة، تمام، اللي هي عبارة عن ايش؟ بلاسترينج، تمام. فهي ايش بنسميها؟ هي بنسميها التشطيبات. يعني الديد لود مش راح يكون عبارة عن بس وزن السلاب نفسه، لا، راح يكون وزن السلاب نفسه اللي انا حسبت لها الثيكنس قبل شوي، زائد وزن كل التشطيبات اللي على السلاب. شوف عندي تشطيبات على السلاب عبارة عن 4 دائما وابدا، عبارة عن تايلز، بلاط، مورتر، مونة، ساند واجريجيت، تمام. وفي عندي اللي هي عبارة عن السيل فينيشنج، اللي هي عبارة عن ايش؟ البلاسترنج، اللي هي عبارة عن القصارة اللي راح تقصر فيها. اوكي، طيب هل بس هدول راح يكون، يعني نتفق انه الوزن راح يكون عبارة عن سلاب والفينيشنج التشطيبات. طب هل بس السلاب والفينيشنج؟ بقول لك لا، انت عندك العقدة تاعتكم او السلاب تاعتكم في عليها حيطان، صح؟ هي الحيطان اللي عليها هي حيطان، هي جدران غير حاملة، هي عبارة عن قواطع بس، هي عبارة عن قواطع الهدف منها المعماري يفصل غرف، تكون عنده المساحة كاملة. هو اللي بوزع حسب الـ حسب الـ حسب الـ حسب الكود تاعه، تمام. هو بوزع الغرف زي هيك، بوزع المساحة تبعت الغرفة، فهي جدران غير حاملة، هي بس منظر الجدران، تمام. اكسرها، راح نهد المبنى، هدر راح نهد المبنى، لا اكيد لا. فانت بتشوف ناس بيفتحوا غرف على بعض، بيحطوا هم لحالهم بيفصل الغرف، هم لحالهم بيجمع الغرف، هي جدران غير حاملة، معناها وزن هي الجدران، تمام، برضه راح يكون محمول على الـ على الـ على السلاب. اوكي، هي جدران شو بنسميها؟ البارتيشن، اللي هي القواطع. اوكي، معناها نتفق انه الديد لود بالسوليد سلاب راح يكون عباره عن انكلودينج فينيشينج تشطيبات، انكلودينج بارتيشن قواطع، وانكلودينج الويت اوف سلاب. اوكي، طيب لو انا اخذ سكشن فيه ارقام، فبقول لك انا عندي بيكون في عندي هاي السلاب اتفقنا لها اتش ثيكنس، احنا حسبناها قبل شوي اول خطوه. اوكي، طيب فوق السلاب راح يكون ساند اند اجريجيت، الثيكنس تاعها الستاندرد اللي بحكي عنها في الاردن، تمام، اللي هي عباره عن 12 سم، يكون عندي طبقه 12 سم موني ورمل، تمام. يكون في عندي مورتر اللي هي عباره عن موني ورمل، رمل وحصمه، تمام، 12 سم. يكون في عندي مورتر اللي هي موني 2.5 سم، يكون في عندي تايلز بلاط 2.5 سم، وهنا تحت بلاسترنج اللي هي القصاره 2 سم، تمام. طيب كيف ممكن احسب الوزن هذا، وزن الاشياء هاي كلياتها؟ بقول لك بكل بساطه، الوزن راح نشتغل على قانون الوزن يساوي الكثافه في السمك، تمام، كثافه في السمك. لو كل هاي الماتيريالز انا عارف كم الثيكنس تاعها ثابت، حتى الاتش انا حسبت الاتش، انا بعرف الثيكنس، لو اعرف الكثافه density بضرب الكثافه في السمك راح يعطيني الوزن، بجمع الاوزان كلها راح يعطيني التوتال ديد لود اللي راح ياثر على السوليد سلاب بتاعتي. طبعا خلينا نتفق انه انا اللود اللي بحسبه هو اللود اللي راح ياثر على متر مربع من هاي السلاب، يعني ان شاء الله اخذت ستريب مقداره متر، انا قاعد بحسب بس على متر مربع، يعني متر، وكمان باخذ بالعرض كمان متر، فدائما اللود، تمام، لو تطلعوا وحدته دائما راح تكون عباره عن كيلو نيوتن على متر مربع، تمام، دائما بحسب اللود اللي راح ياثر عندي على متر مربع من هاي السلاب. اوكي، طيب نبلش بالديد لود، راح نبلش بالفينيشنج، نحسب الفينيشنج. الفينيشنج التايلز عندك سمكه 2.5 سم، فعندك هي 0.025 متر، او هي تخليها بالسنتيمتر، هي سنتيمتر، هي حلاوه الماثكاد. الماثكاد عباره عن افضل برنامج للدوكيومنتيشن. اوكي، تمام، لا انا خليتها هيك، مش راح يتعرف عليها، بيتعرف عليها بالجواب. اوكي، هسه عندك التايلز السمك تاعه عبارة عن 2.5 سم ضرب كثافته اللي هي 25 كيلو متر مكعب راح يعطيك وزنه. المورتر عندي، المورتر عبارة عن 2.5 سم ضرب كثافتها عبارة عن خرسانة عادية مش مسلحة، فكثافتها راح تكون 22 كيلو متر مكعب، تمام، اسمنت، يعني هي عبارة بس اسمنت مش خرسانة. اوكي، ف22 ضرب 0.025 راح يعطيك الوزن كيلو متر متر مربع، تمام. البلاسترنج اللي هي عباره عن القصاره عباره عن اسمرت برضه، فراح يكون عندي الثيكنس الدنسيتي نفس دنسيتي المورتر 22 ضرب سمكها 2 سم، تمام. في عندي الاجريجيت عباره عن كثافتها عباره عن 15.7 كيلو متر متر مكعب ضرب عندي سمكها، سمك الاجريجيت بحط حصمه، طبقه حصمه 12 سم، تمام، بيطلع معي ال 1.884 كيلو متر متر مربع، بجمعهم الفينشنج تساوي تايل زائد مورتال زائد اجريجيت زائد بلاسترنج، راح يعطيني التوتال فينشنج عباره عن 3.499 كيلو متر متر مربع. اوكي، هسه في عندي البارتيشن. البارتيشن كيف ممكن احسب البارتيشن؟ بقول لك البارتيشن بتنجاب زي ما بنجاب منها اللايف لود، تمام،
بدناش نحكي هسه عن اللايف لود. البارتيشن هسه بنرجع يعني بنرجع عليها ان شاء الله بتفهمها بالتفصيل، بس بقول حقول لك البارتيشن بتنجاب من الكود الاحمال تمام اللي عندك انت اياه في البلد تاعتك. راح يكون قايل لك انه خذ البارتيشن تمام، مثلا هذا من الكود الاحمال الاردني، البارتيشن بياخذوها 2.83 تمام كيلومتر متر مربع من كود الاحمال الاردني. بيكون معروف في عندي لود ثابت للبارتيشن عباره عن 2.38 كيلو متر مربع. اوكي طيب، حسبنا البارتيشن، حسبنا الفينشنج، نروح حسب الويت اوف سلاب. ويت اوف سلاب ايش يساوي؟ الثيكنس ضرب الكثافه. طيب الثيكنس حسبناه عباره عن كم ترى معنا؟ 14 سم صح؟ معناها بقول له 0.14 متر، يعني 14 سم ضرب الكثافه تمام. هسه السلاب تمام هي عباره عن خرسانه مسلحه رينفورس كونكريت، اوكي؟ فما راح تكون عندي الكثافه بتاعتها نفس الاسمنت 22، لا، في عندي كثافه الخرسانه المسلحه باخذها، انا راح اخذها هون 25، في ناس باخذوها 24 كيلو متر مكعب، اوكي؟ اللي بدك اياه، بس انا راح اشتغل عليه في هذا الكورس، عباره انه الدنسيتي للكونكريت 25 كيلو متر مكعب، فطلع معي الويت اوف سلاب 3.5 كيلو متر مربع، زي ما تشوف يعني ويت السلاب كثير كبير مقارنة. طلع كل ويت الفينيشنج طلع 3.5، ويت البارتيشن طلع 2.38، ويت السلاب طلع 3.5. اوكي هسه بدي احسب التوتال ديد لود راح ياثر عندي على المبنى على السلاب تاعتي تمام، على المتر المربع، عباره عن ويت اوف سلاب زائد بارتيشن زائد فينيشنج. طلع معي التوتال ديد لود عباره عن 9.379 كيلو نيوتن على المتر المربع. اوكي طيب، حسبنا اول نوع من اللود اللي هو عباره عن الديد لود. طبعا هل هذا الشيء ثابت؟ اه ثابت. لا، ايش ما يكون مشروعك، ايش ما يكون شغلك، ايش ما كان شكل السلاب، دائما حسبه اللود سهله. انت حسبت الثيكنس، مينيمم ثيكنس من الكود، خلاص صارت معك الثيكنس، كل شيء ثاني سهل، اي شيء ثاني سهل، لان يعني الباقي عباره عن تطبيق ارقام. لو حطيت نفس هاي الارقام ما راح تفرق معك. اوكي يعني حتى مشروع التخرج تحط نفس هاي الارقام بالنسبه للفينشنج والبارتيشن ما راح تفرق معك. بفرق معك ويت اوف سلاب، في ناس بياخذوا مثلا الكثافه 24 تمام، هي لو تحط 24 راح تعدل الرقم عندك بالماث كات. اوكي 24 مثلا عندك الويت اوف سلاب، الثيكنس اوف سلاب تبى تكون حاسبه، فبتغير معك هي ممكن، هي الوحيد ممكن تتغير معك. اوكي طيب نرجع هاي 25. اوكي حسبنا التوتال ديد لود، صدر عندي اللايف لود. اللايف لود الاحمال الحيه، الاحمال الحيه بناء على ايش بحمل بحسبها؟ الاحمال الحيه تمام بحسبها بناء على الاستعمال تاع المبنى تمام، الاستعمال تاع المبنى تاعك. يعني لو المبنى تاعك مثلا مدرسه راح يختلف غير لو المبنى تاعك سكني تمام. المبنى تاعك سكني مثلا، انت عارف انه اللايف لود راح يكون عليه لايف لود قليل تمام، بس مدرسه انت عارف راح يكون في عندك مثلا في صف راح يكون فيه طلاب مثلا 40 طالب، وهذا غير الكراسي، هذا غير اللوح تمام. فاللايف لود بحسبه بناء على تصرف المبنى. طيب اللايف لود وين بجيبه تمام؟ اللايف لود دائما غالبا بنجاب من وين؟ بنجاب من كودة الاحمال تبعت بلدك. يعني بيكون لكل بلد في عندك كودة احمال، مثلا احنا في الاردن افتح على جوجل اكتب بدي كودة الاحمال القوى الاردنيه تمام؟ باي بلد عندك في عندك كودة احمال، بتكون مخصصت لك، بتقول لك مثلا عندك المنازل والبيوت تمام؟ جميع الغرف بما ذلك غرف النوم والمطابخ وغرف الغسيل وما شابه ذلك بتاخذ الحمل عباره عن 2 كيلو متر متر مربع تمام؟ لو كان في عندك مثلا الفنادق والمستشفيات تمام 2، لو كان في عندك وين في اشي ثاني عندك، عندك هون مثلا عندك المساجد والكنائس وقاعات التدريس والمسرح ودور السينما تمام، بكون فيها لود اعلى فبكون 4 تمام. هون عندك المدرجات تمام، بكون في عندي 5. فبناء على استعمال المبنى تاعك انت بتاخذ اللايف. طب افرض انه انت متعود انه تاخذ مثلا 2 تمام 3 4. افرض طلعت برا الاردن على اي اساس؟ اقول لك لكل كود، لكل بلد في كود احمال، في عندي كود احمال رئيسيه بناء على الـ على الـ على الـ يعني في عندي كود رئيسيه بناء على الاي سي اي كود، اللي هي طلع الكود ايش بقول لك؟ بقول لك لايف لود ريدكشن شال بي بريميتد ان اكوردنس وذ ذا جنرال بيلدينج كود تمام، يعني حسب كل بلد شو الكود تاعته. بس بالغالب انت بدك تشتغل على الكود الامريكي، راح تجيب اللايف لود من الاي اس سي اي اللي هي عباره، هذا هو عباره عن كود الاحمال الامريكي تاعك اللي راح تجيب منه اللايف لود تمام. لو بتشتغل على الكود الامريكي بتشتغل على كود اردني راح تجيب اللايف لود تمام من كود الاحمال الاردنيه، بتشتغل على كود مصري راح تجيب اللايف لود كود الاحمال المصريه. اوكي فاحنا اتفقنا المبنى تاعنا سكني، معناها اللايف لود عباره عن كم؟ عباره عن 2 كيلو نيوتن على المتر المربع. اوكي خلصنا من اللايف لود.
ثاني ستيب، ستيب نمبر 2 كانت اني احسب اللايف لود، حسبناه نحسب اللودز، حسبنا الديد لود كامل، حسبنا اللايف لود كامل. الاشي الثالث لازم اشتغل عليه اللي هو عباره عن ايش، خطوه الثالثه اللي هي ديزاين سترينث. اوكي ايش بقول لك الكود؟ بقول لك الكود required strength shall be calculated in accordance with the factored load combination. في عندي load combination تمام in chapter 5 فصرح نيجي عليها. Required strength shall be calculated in accordance with the analysis procedure in chapter 6 فصرح نيجي عليها. For non-pre-stress slabs effects of reaction induced by pre-stressing shall be considered in accordance with 5.3.11. هسه راح نيجي عليهم. هسه نبلش باول وحده. اول وحده بقول لك انه عندك الديزاين سترينث راح تكون بناء على ايش؟ بناء على لود كومبينيشن تمام. لود كومبينيشن في عندي هذول اللود كومبينيشن. اوكي required strength U shall be at least equal to the effects of the factor loads in table. هذا table with expectation and addition in 5.3.3. في عندي هذا table فيه load combination اللي راح نشتغل عليها. اوكي load combination ايش في عندي؟ في عندي ال combination الاولى عندي 1.4 did تمام. الثاني في عندي 1.2 did زائد 1.6 live، هي دائما بنشتغل عليها في المباني. اوكي زائد 0.5 السنو تمام. لو في عندي سنو مثلا، في عندي هاي الكومبينيشن كلياتها تمام. بقول لك the factor assigned to each load is influenced by the degree of accuracy to which the load effect usually can be calculated with the ايش قصده قبل ما نكمل الكلام؟ بيقصده انه هاي الكومبينيشن كيف سووها؟ سووها عن طريق عن طريق اللي يعني الابحاث اللي كثيره تمام. فعملوا ابحاث دقيقه قبل ما طلعت معهم هي الكومبينيشن تمام. هسه لو طلع هي الكومبينيشن اللي بنشتغل عليها اللي هي 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، ايش معنى اخذ الديد لود ب 1.2 واللايف لود ب 1.6؟ يعني ايش معنى كبر الديد لود 1.2 مره وكبر اللايف لود 1.6 مره تمام؟ بقول لك ديد لود بيكوز ذي ار مور actually determined and less variable. شو يعني؟ يعني بقول لك انه هي بتتغير بشكل اقل من اللايف لود. قلنا الديد لود عباره عن لود ثابت صح ولا لا؟ ثابت مدى الحياه، فالتغير تاعه راح يكون قليل فما راح يكون خطره كثير كبير. فضربه يعني مش ضربه ب 1.2 هيك، وحسب حسابات كثير اللي عرف ايش هي ال 1.2 تمام. بس اللايف لود شنو بتغير كثير تمام. هو اللود راح يكون فيه خطر عندي انا تمام. اللايف لود دائما هو اللود اللي بيعمل له خطر، عشان يكبر الفاكتور تاعه قال لك 1.6. اوكي طيب هسه احنا الكومبينيشن راح نشتغل عليها اللي هي عباره عن 1.2 ديد زائد 1.6 لايف. المباني السكنيه راح نشتغل عليها الريكوايرد سترينث. انا حسبت الديد لود، حسبت اللايف لود، فبقول له 1.2 في الديد لود توتال، هيك سميته على الماثكات. في الماثكات راح ياخذ هذا الرقم ديد لود توتال تمام، زائد 1.6 في اللايف لود. طلع معي اللود عباره عن 14.455 كيلو نيوتن على المتر المربع. اوكي كيلو نيوتن على المتر المربع. اوكي راح نوقف هون الفيديو عشان ما نطول الفيديو اكثر. الفيديو صار 41 دقيقه. ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نحط اللود على الستريب اللي اخذناها، نحسب مومنت، نحسب ستيل تمام، نحسب حديد، نعمل تشيك على السبيسينج، على السترين اوف ستيل، على كل الاشياء تمام، ونعمل شوب دروينج تمام. يعطيكم العافيه وان شاء الله انكم استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.